والذين لا يرون
بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مؤمنين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ ناجى ربك موسى أن يعد القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فخافوا أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال لم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيرنا أجعلناك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيرنا أجعلناك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونجع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إنكم لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر. فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأسلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظر لها عاكفين. قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطعمه أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فلا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينشرونكم أو ينتشرون؟ فأقبلوا فيها هم مرضون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختشمون. الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا شريك حميم. ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون؟
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا إن أنا إلا نذير مبين قالوا أن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين وأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم بارك الله لك فيه أمدكم بأنعام وبنين
وجنة وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالوا سواء علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لهم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتغرقون فيما هاهنا آمنين في جنة وعيون وزروع ونخل طلعها هديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فلا إنما قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بصر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها سرهون
ولكم صراط يوم محضر ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين
خلق الله العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم صعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة واتقوا الذي خلقكم والجبلة واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو عزيز رحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ألا بعدك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي جبل الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نجيناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به كذلك سلقناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب العظيم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون فرأيت متعناهم سنين ثم جاءوا ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فما أهلكنا من قرية إلا لها مغدرون ذكرى وما كنا ظالمين فما تجربت به الشياطين وما ينبغي
قليلاً وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعجولون فلا تدعوا مع الله إلهاً آخر فتكون من أسيرتك الأقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أسوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عسيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأدخل
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبشرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس قلنا يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الحق المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا تولوا واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان جنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا وتفقد الطير وقال ما لي لا أرى هدهد أم كان من الغائبين. لو أعذبنه عذابا شديدا أو لا يأتني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد
Pakasa boi obai ding pahola akot tuhi malam tuhi tok bihi wajib tukangin sabah wajib tukangin sabah im binabai yakin wajib tukangin sabah im binabai yakin ini wajah tumroatam tamlikuhum wawudiyat mingkul dari wala arsun adir wajah tuha wa kaumaha yasjuduna lissamsi min dunillahi wajayyana lahumus syaitanu anha fasaddahum anis sabir fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju khawwa bis samawati wal ard yukhriju khawwa bis samawati wal wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'adzim qala sananuru wa sadaqta am kunta minal kadhibin idhhab bi kitabi hadha fa'aqih ilayhim summa tawalla anhum fandur madha yarji'un qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa antuni muslimin Surakallahu al-Azim بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ قَالُوا وأولو بأس شديد والأمر إليه فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا العزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ولما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود
إلا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقريب أمين. قال الذين عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكتب لها فَمَا دَرَتْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِ
وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. صدق الله العظيم. بارك الله لكم. Allahu Akbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الشور فجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء
وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Langsung digajar kepada sebenarnya.
Allah.